بالهزة الأرضية الإيرانية التي ضربت مدينة بوشهر الإيرانية اليوم. المزيد حول ذلك في هذا التقرير. شعر سكان مدينتي الدمام والخبر بهزة أرضية عصر هذا اليوم في أنحاء متفرقة، وذكر بعض الأهالي أن الهزة أحدثت اهتزازا بسيطا في المباني دون سقوط أي منها. كانت الجدران تهتز، الأبواب، بعدها بفترة خف الوضع، أوكي، لما استقر الوضع رجع مرة ثانية اهتز المكان. كنت أفكر أنه في ضرب، لأنه كان فعلا ضربة قوية، يعني كان في هزة قوية في الغرفة. أنا كنت، لا كنت برا، برا الفندق. برا الفندق. إي نعم. ما حسيت بأي شيء؟ لا أنا كنت في السيارة ما حسيت بأي شيء، بس لما جيت قالوا لي الشباب هنا أن كانت حصلت في هزة وكذا. كما شوهدت بعض المباني التي قامت بإخلاء موظفيها، فيما تم تبادل الكثير من الرسائل والصور في مواقع التواصل الاجتماعي التي أشارت لذلك، وأظهرت بعض التجمعات المتسائلة عن الموضوع. ثار بعد زملائنا كان في متواجدين عمال كذا، شعروا اثناء الهزه سوى زي مثلا اللي هو خلاء المبنى. انا كنت طالع من داخل المبنى، فالحاصل على ما طلعت من داخل المبنى شفت ناس تهارى يعني وتطلع من البدروم، سعوديين وغير سعوديين. سالتهم وش في، قالوا لي في هزه، حسينا بهزه. شعر الكثير من الأهالي بهذه الهزة الأرضية التي لم تستغرق سوى لحظات بسيطة، وربما نجد تفسيرا علميا لهذا الحدث. للأخبار، محمد الحمادي، الدمام.